أرواحنا دماؤنا لأمنكم نعطيها مهرا للألم. أبناؤنا نساؤنا قولوا لهم نحن لنا الكفر القسم. وزارة الداخلية حبينا معناها باش نوريكم صور وتسجيلات وصور كذلك للمحجوز للأشخاص والعناصر الإرهابية اللي قامت بالعملية متاع اغتيال الشهيد محمد علي الشرعبي في معتمدية الفحص. الصور هذوما هما معناها صور واضحة وتسجيلات واضحة باش تبين بشاعة هالعناصر هذه وباش تبين معناها تدني أخلاقهم ودرجة الوحشية نتاعهم اللي قاموا بها بالعملية هذه. احنا حبينا هما حبوا يعطيوا رسالة للتوانسة وحبوا يعطيوا رسالة لقوات الأمن الداخلي باش يخوفوهم وباش يخوفوا التوانسة، لكن احنا كان ردنا أقوى في ظرف تقريبا 16 ساعة معناها شدينا العناصر الكل وحجزنا كل المحجوز وورينا بالدليل والإثبات فظاعة الجريمة نتاعهم. الناس هذوما ما عندهم حتى مكان في تونس، الشعب الكل ينبذهم وباش يزيد ينبذهم كي يشوف الشيء هذا قدام الناس الكل وباش يشوف التسجيلات وباش يشوف الصور التوانسة باش تزيد تكرههم، لأنه معروفين هما منبوذين وباش يزيدوا يتنبذوا كما قلت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليهم اللي هما شر الخلق والخليقة، باش تشوفوا كيفاش وجوههم خايبة وباش تشوفوا كيفاش أخلاقهم خايبة. حسام بن رشيدنا عبد الله بن زيد. هاي. تاريخ الولادة 94/3/19. عندنا 15 يوم من قتل وش نعملوا عملية قتل أعوان أمن. أهبطنا. أنت وشكون؟ أني ومحمد أمين ومحمد. هاي. صلينا العشاء وهبطنا للرومبون تاع الفحص. ما لقينا حد. نلقوا جماعة تسكت. ولينا روحنا. كم روحي كم كاي محمد عاون الحرس متعدد بسكليات يضرب محمد. شو تعرفون انتم محمد؟ نعرفوه ضرب هو متعدد بسكليات ضرب محمد شادور على راسه. هاي محمد ومحمد جا نضربوا فيه بس طول عرض يدي والدنيا في اليد نعرفش شكون بالضبط طير الصوابع ما يضربنا حتى يديها كاع على وجهه وصوابعي طار. شو اسمك؟ محمد بن خليفه بن زيد. كيفاش؟ 15/5/90. هاي؟ روس من الفحص والغريفات. هاي كيف الحكاية؟ مشينا الربوع على اساس لا قضية عندكم تخمموا. لا انا والله هذا شهور 4 شهور. هاي؟ 4 شهور. شنو تخمم؟ الحاجة كما كان شين؟ العملية دي بس أنا مدت 3 شهور ولا 4 شهور ملي نبرمجو باش نقضو في بوليس ولا جندي ولا حرس. أنت وشكون؟ أهلا 3. شكون؟ محمد حسين. هاي؟ اللي جيت قبل ليلة المسار بليل قاعدين سهرين نحن برمجنا باش نمشو الليلة اللي بعد. هاي؟ الأساس ماشي للرومبو هذا. قعدنا وفهم حد مروحي في مروحين خلط علينا هو بزي. وصل بجنابنا احنا كتلفتنا لها كي طرنا لها. طاح بالبسكليت. شكون ضرب؟ ضربنا كل. شكون الأولاني؟ ضربنا مع بعضنا. باهي أنت شنو استعملت؟ هذه نتاعك أنت يا؟ هزها لفوق. هاي شنو عملت بها أنت هذه؟ ضربت. هاي شو عملت بها؟ ضربته بها. في وين؟ ما عرفش وين جت بالضبط خاطر الدنيا ظلمه. هاي ضربته ما ادريش. وبعد؟ وبعد تضرب كل الناس كل ضرب. هاي هاي عملية الذبح شكون عملها؟ متشاركين فيها نحن 3 لكن اللي ذبح واحد برك اللي عنده سكين. انا هو حسين. هاي وبعد شو عملت؟ بعد مشينا هرب لوحتوا ال هاي وبعد؟ روحنا مصر. وين خبيته؟ روحنا الجبل بعد بلاصه هذيك وبعد روحنا. هاي؟ الواحد روح هاي؟ من الصباح
اسمك؟ محمد أمين بن زيد بتومي نبيل بن عبد المجيد بن زيد 499. هاي كيف الحكاية؟ وراك شوي. عنا يامات خممنا قلنا نهبطوا من رمبوا. هاي. نلقوا أي عون غادي كان نقتلوا. أنت وشكون؟ أنا محمد حسين. صلينا العشاء وروحنا قول صلينا العشاء رينا بعضنا قلنا نرجع. رجعنا هبط. شو رأيك كيف شوي؟ هاي. هذاك حسين عنده سكينة محمد جا أنا ماني قال روح جيب سكاكن ونجي. قلت له أنا ما عنديش ما عندي من هز معي قلت له جيب لي معاك. جاب لي معايا هذيك جاب لي معاها هذيك شكون هذا محمد هاي هزينا كل واحد وحده وهبط مشينا للرومبوا الرومبوا بقينا شوي وما لقينا شي فما جماعه قاعد تشرب هذيك في الرومبوا ما فما شي بقينا شوي نروحوا نروح تمنا كاك ماشيين مروحين نحن مروحين وهو خلط علينا بالبسكليت شكون هذا المرحوم بس اسمه محمد علي تعرفوه انتم تعرفوا قرام عني شنو استعملت؟ هذه ما تذبحش هنا يعني. شنو استعملت انت؟ هذه ما تذبحش هنا يعني. شنو؟ هذه مش انا من اللون ضربت خلطت عليه محمد هاي؟ وبعد؟ بعت لي هربنا هربنا مشينا شوي قلنا ندرقوا التليفون فر شوي حسام ردمنا التليفون وتعدينا مشينا شوي طايش حسام السكين طايشها في الواد قلنا نجيبوا على الجبل ونروح جبنا على الجبل طلعنا في الجبل فوق درجنا سكاكن مزال الزوز وروحنا هذيك تمت كاك الحكاية وبعد من غدو من غدو انا مشيت انا متفاهم على اساس من الاول من نامس متفاهم اليوم تخدو مش نمشي للرحبة مشيت للرحبة ما 3:30 على الصباح فزيت مشيت للرحبة عادي بعد روحت روحت تعب طبيعة رقدت جو مع في الليل جو شازون صامدون صامدون لا نهاب الموت لا نخشى اللحن صامدون صامدون في وجه كل أعداء الوطن صامدون صامدون لا نهاب الموت لا نخشى اللحن صامدون صامدون في وجه كل أعداء الوطن أرواحنا دماؤنا لأمنكم نعطيها مهرا للألم أبناؤنا نساؤنا قولوا لهم نحن لننفث القسم أرواحنا دماؤنا لأمنكم نعطيها مهرا للألم أبناؤنا نساؤنا قولوا لهم نحن لننفث القسم نحن فداء للوطن لن نسكت لمن ظلم حتى لو متنا في القتال كفنونا في العلم نحن فداء للوطن لن نسكت لمن ظلم حتى لو متنا في القتال كفنونا في العلم صامدون صامدون لا نهاب الموت لا نخشى المحن صامدون صامدون في وجه كل أعداء الوطن صامدون صامدون لا نهاب الموت لا نخشى المحن